الدرع، يا سلام على الجملة التكتيكية. أخطبوط الحراسة المصرية، يتميز في الكورة دي. مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. طائره الزمالك في التصنيف الاول بقرعه نصف نهائي الدوري. مجدي أبو المجدي يحفز صفقات كوماندوز اليد الجديدة قبل القمة. عمر الفولي يغيب عن يد الزمالك بسبب الإصابة. فريق شباب يد الزمالك يهزم البنك الأهلي في الدوري. منتخب السلة في قطر للمشاركة في بطولتها الدولية. غدا افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني مصر 2024. الدرع ويحيى خالد يقودان فيسبرم أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد. ومن التقارير، سيدات اليد المستحيل ليس زملكاوي. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو محمد مجدي نجم زملكاوي في الكرة الطائرة. وضيفتي اللي هتشرفني وتنورني النهاردة ندى مورجان لاعبة الزمالك للكرة الطائرة. هتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والأهلي في كرة اليد واللي هتتلعب إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في الدوري. يعني كنا دايما بنقول بتجيلك الفرصة علشان ترد. الزمالك طبعا كان خسر في الدور التمهيدي، فطبعا جات الفرصة علشان ترد وترد بقوة. بالتأكيد أنا واثقة إن الفريق هيقدر يرد ويكسب مباراة الأهلي بإذن الله في المباراة اللي جاية زي ما عودنا في الفترات السابقة. الزمالك كان بيمر بكبوة، الزمالك أكيد كان بيمر بكبوة خلال الموسم اللي فات وبداية الموسم ده. الكبوة واصلة معانا لحد فين؟ إن شاء الله تكون خلصت. امبارح في مباراة البنك الأهلي الحقيقة مباراة كانت رائعة باستثناء طبعا إصابة الفولي خلال المباراة، ولكن إن شاء الله يعود قريبا للملاعب بإذن الله. ولكن المباراة زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي قبليها، يمكن اتكلمنا في حلقة يوم الاثنين، إن في مباريات في دوري اليد بتكون مباريات بجد تحتمل المفاجآت، تحتمل المفاجآت. يعني ممكن تشوف فيها مفاجأة، ممكن تشوف ان الفرقة دي ممكن يحصل في العشر دقايق الأخيرة من الشوط الثاني بعض المفاجآت، برغم انك ممكن تكون ليد على المباراة مثلا فرق جون اتنين طوال المباراة زي ما حصل في مباراة طلائع الجيش السابقة، انه كنت انت ليد خلال المباراة فرق هدف فرق اتنين ليك لحد مع قبل انتهاء المباراة بثلاث أربع دقايق مثلا أو أقل كمان بدأ يبقى فرق اتنين لطلائع الجيش، فبدأ الزمالك يعوض على يعني الثواني الأخيرة. الزمالك اتعادل
ولعب اكسترا ولعب ضربات جزاء او وصلنا لضربات الجزاء يعني، ووقتها الزمالك للاسف تلقى هزيمه خلال هذه المباراه. مباريات طلائع الجيش يمكن في الاونه الاخيره يعني، مباريات طلائع الجيش ما بقاش فيها مفاجآت زي مثلا من موسمين فاتوا او من موسم ونص فاتوا، كانت مباريات طلائع الجيش لا فيها مفاجآت وتحتمل المفاجآت يعني الكثيره جدا يعني. ولكن يمكن اللي بيعمل مفاجآت خلال السيزون ده البنك الاهلي. البنك الاهلي هو اللي حقيقي بيعمل مفاجآت، ومفاجآت كبيره جدا جدا. كان قبل كده معاه بقى، او قبل كده عموما كان سبورتنج بيعمل مفاجآت وبياخد بطولات، طلائع الجيش بيقدر انه يعمل مفاجآت. ولكن انا دايما بقول ان في مباريات غير طبعا منافسك التقليدي النادي الاهلي، في مباريات بتحتمل المفاجآت. طب ازاي اتعامل مع المباريات دي؟ ان انا انزل من اول دقيقه انا ليد في المباراه، انا قادر ان انا يعني ابقى فارق 5 و6 و7 و8، وزي ما شفنا امبارح السكور وصل ل 12 و13 هدف وانتهى بفارق 11 هدف مع البنك الاهلي. ده اللي احنا بنتكلم عليه طول الوقت. اي مباراه بقى حتى النادي الاهلي منافسك التقليدي اوريدي كنت بتتعامل بنفس الشكل في المباريات دي. طول ما انت ليد على المباراه خلاص انت يعني بتحاول ان انت تبعد المباراة عن أي مفاجأة، أي مفاجأة أيا كانت. فالحقيقة إن ولادنا امبارح أو رجالتنا امبارح عملوا مباراة ولا أروع. وأهم ما يميز هذه المباراة إن أنا كنت ليد من البداية، إن أنا كنت من البداية فارق 3 و4 و5 و6 و10 و12 هدف و13 هدف. خلاص أنا مريح نفسي، مش عرضه بقى ان اصل اخر 10 دقايق يحصل مش عارفه ايه، لا اخر 3 دقايق انا فرق 2 اصلي وباقي 3 دقايق فممكن البنك الاهلي يخطف المباراه او يتعادل معايا ونوصل لضربات جزاء. اللي هي بجد ضربات الجزاء دي انا بشوف ان احنا مش من مصلحتنا ولا من مصلحه اي فريق انه يوصل لها، على فكره مش من مصلحه اي فريق انه يوصل لها، لانه خلاص انت ذهنيا اتشتت. لما انا ابقى نادي الزمالك ووصلت في مباراه، يعني في مباريات بتقول ان انا خلاص انت مثلا قدام النادي الاهلي منافسك التقليدي يعني وارد بقى انك توصل لضربات جزاء، وارد ان المباراه تبقى فيها شد وجذب. ولكن لما انا بوصل في مباراه انا مش متوقع فيها مفاجاه لضربات جزاء، اكيد انا كفريق بطل بوصل لمرحله ان انا داون خلاص، انا نفسيا اتشتت، نفسيا اتشتت وذهنيا اتشتت، فخلاص محتمل جدا 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 ان انا المباراه تضيع مني في ضربات الجزاء، وده حصل في مباراه طلائع الجيش. ولكن المباراه امبارح كل الفريق كان ما شاء الله عليهم يعني عملوا مباراه ولا اروع. فلفل في حراسه المرمى عمل مباراه ولا اروع. والحقيقه ان فلفل من حراس المرمى وزيه زي حراس مرمى كتير جدا على فكره، معظم حراس المرمى كده. ان انا النهارده ضربه البدايه معايا لو كانت كويسه وموفقه خلاص انا بلغه الرياضه كده ركبت المباراه، بلغه الرياضه كده انا نفسيتي عليت على الخصم، خلاص بدات ان انا يعني خلاص اي حد هيدخل يشوط عليا هو عارف ان انا ركبت المباراه بصد، فبالتالي هو بيبقى متخوف متردد، طب اشوط في نفس زاويتي ولا اشوط في زاويه تانية، اصل هو متالق النهارده فممكن يبقى حافظ زاويتي، طب اشوط في زاويه تانية. طب التردد ده من اللاعب بيبقى نتيجة ان الحارس قافل المرمى خلاص، الحارس متألق، الحارس في المود بتاعه، الحارس كويس النهارده، فاللاعب اللي داخل عليه بيحصل ان هو بجد بيفكر بدل المرة 1000 وهو بيشوط عليه، اشوط في نفس زاويتي ولا اغير زاويتي، اشوط فوق ولا تحت. التردد ده بيبقى في مصلحة الفريق والحارس وكل حاجة والدفاع وكل الناس، لأن التردد ده طبعا هيقلل من نسبة إن الكورة تكون هدف، طبعا هيقلل من نسبتها. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طب حارس المرمى ممكن إنه بمجهوده الشخصي يتألق في أول كورة واتنين في المباراة، فيقدر إن هو نفسيا خلاص يعلى، فيقدر إن هو يتألق خلال المباراة. ولكن ايه اللي يزود من تألقه؟
اللي يخليه يستمر او يكون في استمراريه لتألقه خلال المباراه؟ الدفاع. الدفاع. الدفاع قدامه لو اتقفل انا كحارس خلاص هفضل نفسيتي كويسه، هفضل عارف ان انا صد، هفضل. لكن لو الدفاع اتفتح قدامه فبدا يدخل فيه كوره او اتنين فبدات اهزه نفسيا. الحقيقه ان فلفل تالق والدفاع تالق واللعيبه كلها في الهجوم تالقت، فكانت معادله متكامله. الهجوم بندخل بالكوره الاكيده، مفيش ان حد بيدخل يأنن او يشوط وهو مش يعني مواجه للجون او في او على عدلته او مثلا مش متاكد انه هيجيبها، لا الناس كلها كانت بتشوط الاكيده امبارح. وكان في فاست بريك كتير ما شاء الله، كان في دخول من الونجات، الباكات كلها كانت فايقه، كان في تسقيط على الدائر، كان في اختراقات، كان في ضربات جزاء، فكان في تألق واضح وصريح ما شاء الله في الهجوم من اول الوينج ليفت لحد الوينج رايت. الحقيقه يعني ان الخط الامامي والخلفي كانوا ما شاء الله في التوب فور من امبارح. كمان الدفاع اتقفل بالذات الحته بتاعت النص اللي هي دايما ممكن يبقى فيها بعض المشاكل، بس لو اتقفلت خلاص محدش بيعرف يشوف، محدش يعرف يعدي ولا يشوف جون الزمالك اساسا يعني. فالحمد لله بتمنى 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 من كل قلبي ان نفس الروح والتركيز دفاعيا وهجوميا امبارح ومن حراسة المرمى، بتمنى من قلبي ان نفس الشكل ده يكون موجود يوم الجمعة في مباراة النادي الاهلي. ابني على امبارح، ابني على الاداء بتاع امبارح. انت نازل كسبان فريق هو كسبك في الدور الاول بضربات الجزاء، قدر يطلع النادي الاهلي من كاس مصر، فانت بتتكلم في فريق محترم قدرت تعمل عليه مباراه ولا اروع. ليه؟ علشان انا من اول دقيقه خلاص انا اللي سيطرت على مجريات المباراه، انا اللي كان في ايدي زمام امور المباراه. فده شيء عظيم جدا جدا، بتمنى من كل قلبي بتمنى من كل قلبي ان شاء الله يوم الجمعه امام النادي الاهلي نلعب بنفس الروح والاصرار والتركيز والفكره اللي هي انا الزمالك، انا الزمالك اللي كنت بنزل في اسوأ ظروفي، مش في اسوأ حالاتي، في اسوأ ظروفي كنت بنزل اكسب، في ظل غيابات بالكوم كنت بنزل اكسب، في ظل اصابات بالكوم كنت بنزل اكسب، علشان كنت نفسيا عارف ان انا فريق بطل واقدر اكسب تحت اي ظروف ورغم اي ظروف. فكان ده اللي دايما بيديني الاولويه في الفرصه، الاولويه في الفوز. فبجد كان بيرجح كفتي بشكل غير طبيعي قبل المباراة، ان انا نفسيا كنت نازل عارف ان انا هكسب بأي شكل من الاشكال هكسب. ان شاء الله ننزل مباراة يوم الجمعة بنفس الروح وبنفس الاداء وبنفس الحماس وبنفس الجرينتا اللي كانت متواجدة. ومفيش مانع انه لا قدر الله لو المباراة ابتدت مثلا فرق ثلاثة في بداية مباراة لنادي الاهلي، انتوا عندكم القدرة على العودة والريمونتادا. احنا زمان يعني انا ما بحبش فكرة التفاؤل والتشاؤم يعني، بس يمكن جرت العادة في بعض المباريات يعني انه انا بدي مثال، انا مش مع فكرة خالص التفاؤل والتشاؤم ولا الحاجات دي شوية مش بقتنع بيها يعني، ولكن جرت العادة انه في مباريات كتيرة جدا جدا الاهلي نزل في بداية المباراة كان 3 و4 و5 و6 0 و7 وحاجات شبه كده، والزمالك عمل ريمونتادا غير طبيعية وكسب المباراة وفرق. فبرضو احنا بنتكلم في كل الحالات، نزلت فايق من الأول يا سلام يبقى حلو قوي، خير وبركة يعني زي ما بيقولوا. طب حصل ان الأهلي مثلا كان عالي بهدف 2 3 4 في بداية المباراة، انتوا ملوك الريمونتادا، عملتوها كتير جدا قبل كده وقدرتوا ان انتوا تعملوا ريمونتادا محترمة وتعودوا من جديد خلال المباراة
فان شاء الله في كل الاحوال لازم يبقى عندكم بلان بي بلان ايه وبلان بي، وعندكم سيناريو واثنين وثلاثه، وتبقوا عارفين ان المباراه دي ممكن تمشي بمليون سيناريو، وكل السيناريوهات احنا جاهزين ليها. وده شفته. يمكن انا بعد مباراه طلائع الجيش يعني كنت متضايقه جدا، وحسيت انه ليه نخسر مباراه بالطريقه دي، وليه نخسر مباراه في منتصف الدوري بالشكل ده. ولكن بصراحه مش انا لوحدي، كل الناس امبارح خارجه من الصاله مبسوطه. اصل هو الحلو ما يتقالش عليه غير حلو، يعني مش هينفع تقول على الحلو وحش. كل الناس خارجه امبارح بنفسيه عاليه جدا، مبسوطين جدا، لان دي المباراه قبل مباراه الاهلي على طول. فبالتالي انت بتوصل رساله وتوصل رساله لكل الناس، وبتقول ان انا موجود وان انا بطل وان انا بقدر اكسب اي فرقه وباي سكور لو انا ركزت وكان عندي اصرار. وكمان معنويا ليك حلو جدا، وبتخلي كل الناس بقى مرتاحه داخله مباراه الاهلي باريحيه. جماهيرك بقى وادارتك وانت كفريق بجهازك الفني بتصدر رساله كمان للمنافس، ان انا النهارده كسبت فريق هو احد الفرق الثقيله في الدوري دلوقتي، وزي ما قلت كسب الزمالك في الدور الاول، خرج الاهلي من كاس مصر. فانا بصدر رساله لكل الناس وللمنافس ان انا قدرت ان انا افوز بفارق تقريبا، المباراه انتهت 36-25 بفارق 11 هدف. فهي دي الفكره. والاهم من المباراه دي ان انا اكيد كابتن مجدي بفرقته قفلوا صفحه المباراه دي تماما، وكل شغلهم الشاغل طبعا مباراه يوم الجمعه امام النادي الاهلي اللي هي لحد دلوقتي المفروض على صاله الشباب والرياضه في 6 اكتوبر. يعني بالنسبه للزمالك الصاله دي مش الطف حاجه على الاطلاق، مش بقدم مبررات يعني. بالمناسبه الزمالك قدم اعتراض على الصاله، وده حق مشروع، يعني ان انا لو في صاله شايف انها ممكن تبقى بالنسبه لي عرضه للاصابات حقي ان انا اقدم اعتراض يعني على الصاله. ولكن يعني مش نهايه الدنيا، احنا اهم حاجه ان احنا داخلين مركزين في المباراه، ان احنا داخلين بكامل تركيزنا. خلاص لعبنا في الصاله دي، لعبنا في غير الصاله دي، انت فريق بطل، وربنا يسلم يا رب كل الفرقتين من الاصابات ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبعد عنهم كلهم الاصابات باذن الله، وربنا يسلم، وان شاء الله الزمالك يقدر ان هو يفوز بالمباراه ويفوق من كبوته اللي هي وارد ان اي فريق بطل يتعرض لكبوه، ان هو يفوق ان شاء الله من كبوته، ان صفقاته الجديده تظهر وبقوه. دايما مباريات القمه بتكون فيها مولد نجم، طول عمرنا تعودنا على كده. فولي كان يعني اخر النجوم اللي ظهروا في مباراه قمه، كان فولي وكان احمد سامح وهشام صلاح، يعني ولادنا طبعا دايما بيظهروا خلال مباريات القمه. ان شاء الله مباراه القمه المقبله تكون مولد نجم جديد لصفقاتنا، او مولد نجوم جدد لصفقاتنا ان شاء الله. وكل الدعم والتوفيق لولادنا باذن الله خلال المباراه المقبله بنسبه كبيره. لسه يعني مش عارفين، بس بنسبه مش قليله ممكن احمد مجدي يشارك يوم الجمعه، او يكون متواجد يعني يوم الجمعه. فولي لسه برضه ما تحددش مشاركته من عدمها، ولكن بنسبه كبيره ممكن ما يكونش موجود. خلينا نشوف الدنيا فيها ايه من هنا لحد يوم الجمعه يعني. وان شاء الله زي ما قلت ان يوم الجمعه يكون مولد لنجومنا، سواء صفقتنا الجدد، سواء ولادنا اللي ولاد نادي الزمالك وناشئي طبعا، وشباب نادي الزمالك وظهورهم مره اخرى يعني، او ظهورهم بقوه خلال هذه المباراه باذن الله. الفوز بمباراه
الجمعه هيدي اللعيبه دافع كبير جدا للفوز ان شاء الله بلقب الدوري وباقي البطولات اللي هنشارك فيها سواء الكاس او البطولات القاريه باذن الله. كل الدعم والتوفيق لكوماندوز اليد يوم الجمعه المقبل باذن الله. طيب خلينا نتكلم عن خبرات الزمالك. الزمالك هيدخل المباراه دي عنده توليفه محترمه جدا، عنده توليفه فيها شباب، فيها متوسط اعمار، فيها خبرات، حاجه عظيمه جدا جدا. طبعا عندنا خبرات كبيره جدا في الفريق سواء الاحمر، اكرم، فلفل، مودي، لوكا، ده غير زي ما بقول متوسط الاعمار واللاعبين الجدد والصفقات الجدد. طبعا عبد الله امام، احمد مجدي ان شاء الله يشارك، فولي يا ربنا يسهل يمكن يشارك يوم الجمعه ويمكن لا، هي النسبه الاكبر انه لا، ولكن ان شاء الله يكون يحالفوا الحظ ويتم شفائه يعني ويشارك يوم الجمعه. احنا عندنا اهم حاجه يعني شفائه، اهم حاجه سلامته، يعني اهم من مليون مباراه ومن مليون بطوله بالتاكيد يعني. ف ان شاء الله عندنا متوسط اعمار، عندنا احمد سامح، عندنا هشام صلاح، عندنا يعني بمختلف بقى الاعمار، عندنا يعني شادي، خالد وليد، مازن رضا، بكار وعودته من الاصابه وتالقه ما شاء الله ما شاء الله في مباراه البنك الاهلي، ايضا عندنا نجوم كتير جدا مش عايزه اقول اسماء، مودي، مش عايزه اقول اسماء وانسى اسماء يعني، ولكن توليفه محترمه هيدخل بيها الزمالك مباراته ان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعه المقبله. وحراسه مرمى ولا اروع، ربنا يحميهم من فلفل لاحمد وليد لهشام لاحمد مجدي، توليفه محترمه، كل الدعم والتوفيق ليهم باذن الله. هنتكلم بقى كمان عن فريق سيدات يد الزمالك اللي احتل المركز الثاني في الدور التمهيدي وحقق نتائج مميزه جدا رغم الظروف اللي كان مر بيها من غياب عدد كبير جدا من اللاعبات، وده للإصابات اللي كانت كتيرة جدا، وكان الله يعني في عون الفريق وجهازه الفني بقيادة كابتن أمجد عويس، قدر يعمل توليفة جيدة جدا وقدر يستعين بلاعبات 2004 و2006 علشان يقدر يعوض هذه الغيابات، وقدر الحقيقة أنه يحقق الفوز رغم أن الغيابات كانت كتيرة جدا والإصابات كانت كتيرة جدا، ولكن قدر يحقق الفوز في 9 مباريات في الدور التمهيدي. حتى المباريات اللي خسرها الفريق كان بيخسر بفارق قليل من الأهداف، الفريق قدر يسجل 412 هدف كتاني أقوى خط هجوم في الدوري. فريق سيدات اليد إن شاء الله هيكون قدامه فرصة كبيرة ومحترمة جدا جدا في الدورة المجمعة الأولى، وده لأنها هتتلعب على صالة النادي وفقا للائحة اتحاد كرة اليد اللي بتمنح الفريق صاحب المركز الثاني أفضلية اللعب على ملعبه. ومباريات فريق يد سيدات الزمالك إن شاء الله هتكون على ملعبه في بالدورة المجمعة الأولى وهتكون كالآتي: يوم 20 فبراير الزمالك والشمس الساعة 6 مساء على صالة الزمالك، يوم 21 فبراير الزمالك وسموحة الساعة 4 مساء على صالة الزمالك، يوم 22 فبراير الزمالك والنادي الأهلي الساعة 6 مساء على صالة نادي الزمالك. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة كل الدعم والتوفيق لسيدات يد الزمالك اللي دايما بيعملوا في صمت، دايما بيعملوا في ظل أصعب الظروف، والحقيقة أنهم يعني دايما بيكونوا على قدر المسؤولية وقد تيشيرت الزمالك اللي بيلعبوا له بالتأكيد. يمكن فريق الإعداد مشكورا يعني عامل لهم تقرير محترم جدا، وده لأنهم يستاهلوا ده بالتأكيد. خلينا نشوف التقرير ده ومنه الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. بطموحات وتطلعات كبيرة يخوض فريق سيدات يد الزمالك المرحلة النهائية من بطولة الدوري للمنافسة بقوة على اللقب من أجل الصعود لمنصات التتويج، بعدما أثبتت فتيات القلعة البيضاء أن المستحيل ليس زملكاويا. وتستضيف صالة نادي الزمالك مباريات الدورة المجمعة الأولى للمنافسة على لقب دوري سيدات اليد، والتي يشارك فيها الزمالك والأهلي والشمس وسموحة،
حيث تقام المباريات أيام 20 و21 و22 من فبراير الجاري، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية على صالة المنافس التقليدي الأهلي أيام 14 و15 و16 من مارس المقبل. وصعد فريق سيدات يد الزمالك إلى المرحلة النهائية من الدوري بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب الدور التمهيدي، لتؤكد فتيات الزمالك أنهن عازمات على المنافسة والصعود لمنصة التتويج. وظهرت سيدات يد الزمالك بقيادة المدير الفني المخضرم أمجد عويس بمستوى مميز طوال المرحلة الأولى، وكانت ندا قويا لجميع المنافسين رغم الظروف التي مر بها الفريق طوال الفترة الماضية من غياب عدد كبير من اللاعبات للإصابة. وتسير فتيات يد الزمالك بخطوات ثابتة، وأصبح حلم التتويج باللقب الأول على بعد خطوتين فقط بعد أن كان الفريق قريب من الفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي لولا غياب التوفيق في المرحلة الأخيرة. ويبدأ فريق سيدات يد الزمالك الدورة المجمعة الأولى بمواجهة فريق الشمس يوم 20 فبراير، ثم يلتقي مع سموحة في الجولة الثانية، ويختتم المجموعة الأولى بلقاء القمة ضد الأهلي يوم 22 من نفس الشهر. ويواصل فريق سيدات يد الزمالك استعداداته لنهائيات الدوري وسط حالة من التركيز والإصرار والحماس على جميع اللاعبات تحت شعار لا بديل عن الفوز في جميع المباريات. مواجهات قوية وحاسمة وطموحات كبيرة تنتظر فتيات يد الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري من أجل التتويج باللقب والسير على درب كتيبة كوماندوز يد الزمالك ملوك كرة اليد المصرية والإفريقية. أخبرنا بالكرة الطائرة بنادي الزمالك مع الفريق الأول اللي قرر الفوز على بتروجيت نتيجة 3-0 في المباراة الثانية بالدور الترتيبي، واللي خلصت من شوية على صالة مدينة 6 أكتوبر، وجت نتائج الأشواط كالتالي 25-20 25-22 و26-24. الزمالك كان فاز على بتروجيت في المباراة الأولى امبارح بنفس النتيجة علشان يتأهل لربع النهائي في التصنيف الأول، وهيستنى القرعة اللي هتتعمل خلال أيام علشان يعرف هيلعب مع مين من فرق التصنيف الثاني في دور الثمانية. دور الثمانية هيتلعب طبعا بنظام بلاي اوف طبعا بيست اوف 3. الفرق الأربعة اللي هتكسب هتلعب نص نهائي الكاس، والفرق اللي هتخسر هتلعب من الخامس للثامن، وده طبعا في قرعة الدوري بالتأكيد. زي ما عارفين نظام الدوري السنة دي حصل عليه بعض التعديلات علشان يخلص بدري شوية، علشان طبعا التزامات المنتخبات الوطنية خلال الفترة اللي جاية. كل الدعم طبعا والتوفيق لفريق طائرة الرجال بإذن الله. أما عن الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن حسام شكري، فبيختتم استعداداته بكرة إن شاء الله لمواجهتي وادي دجلة بالدور الترتيبي للدوري يومي الجمعة والسبت على صالة أكتوبر، وإن شاء الله تمرينهم الأخير بكرة هيكون على صالة أكتوبر علشان يتعودوا بالتأكيد على اللعب على الصالة اللي هيتلعب عليها الماتشين. الفريق خاض تدريباته النهارده بدون راحه بعد الفوز على الزهور في دور الثمانيه ببطوله كاس مصر بنتيجه 3-1 والتاهل لنصف النهائي. فريقنا بيواصل طبعا مشواره بثبات نحو منصات التتويج بعد تاهلهم لنصف نهائي الكاس، وكمان الفوز بكل المباريات في الدور الترتيبي للدوري.
طبعا كلنا عارفين ان مباراتين وادي دجلة دول زي مباراتين بتروجيت في الرجال، دول للتصنيف، يعني في حالة الفوز ان شاء الله في المباراتين يبقى هنلعب من الاول للرابع، وان شاء الله ما يكونش في اي حالات تانية، يعني بحبش اذكر الحالات التانية. فكل الدعم والتوفيق طبعا لفريق رجال طائرة الزمالك وسيدات طائرة الزمالك. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة اليد. يحيى عملها يسيبها الحسن وليد، بعد جديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. يحيى بيلعب كوره حلوه قوي لشادي على الدايره، ولكن ده معادل كريم الداوي بالتميز داوي. نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك واللي بيستعد لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري. تدريبات الفريق شهدت حالة من التركيز على اللاعبين لطبعا تحقيق الفوز على المنافس التقليدي والاقتراب خطوة من لقب الدوري بإذن الله. كمان كابتن مجدي ابو المجد المدير الفني طبعا عقد جلسه مع اللاعبين استعدادا لمباراه القمه، اتكلم مع الصفقات الجديده، طلب منهم انهم يركزوا وان مباراه القمه دايما بتكون بدايه حقيقيه ليهم ومولد نجوم بالتاكيد، وضروره انهم يستغلوا هذه الفرصه ويقدروا يظهروا خلال المباراه، وطبعا الاهم هو المصلحه العليا وتحقيق الفوز. زي ما حضراتكم عارفين ان فريق يد الزمالك تعاقد طبعا مع الرباعي عبد الله امام، احمد سامح اللي هو كان على سبيل الاعاره وتم شراؤه، احمد مجدي، محمد مؤمن صفا، وده كان في الميركاتو طبعا غير الفولي يعني وعودته مره اخرى، ده في الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوف الفريق، وطبعا الروح المعنويه باذن الله للفريق تكون ارتفعت بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي بنتيجة 36-25 ومواصلة الانتصارات في الدوري. كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله. نروح لعمر الفولي لاعب فريق يد الزمالك، للأسف اتأكد غيابه عن صفوف الفريق لفترة من 3-4 أسابيع بسبب الإصابة طبعا في أربطة الركبة، ويعني حصل زي جزع في الركبة أو في الأربطة في الركبة يعني خلال مباراة البنك الأهلي في الدوري. الفولي طبعا أجرى إشاعة رنين وتأكد غيابه عن مباراة القمة ضد الأهلي. اللاعب بدأ التأهيل النهاردة وفقا للبرنامج اللي تم وضعه من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. أما عن فريق شباب يد الزمالك مواليد 2004 بقيادة الكابتن أسامة الحلواني، قدر يحقق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 33-25 في المباراة اللي اتلعبت النهاردة في اسكندرية ضمن مباريات الإياب بالدوري. الفريق واصل انتصاراته في الدوري، قدر يحقق الفوز الخامس على التوالي بعد فوزهم في الجولة اللي فاتت على الترسانة بنتيجة 33-18. الفريق طبعا هياخد راحة لمدة يومين ويرجع للتدريبات يوم السبت اللي جاي بإذن الله استعدادا لمباراة هليوبلس اللي هتكون يوم الأربع المقبل إن شاء الله. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار لكرة اليد. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة السلة. بداية أخبارنا في كرة السلة مع فريق الشباب بقيادة كابتن علي الجنايني اللي كان بيلعب النهاردة مع ميت علوان بكفر الشيخ اللي فاز بنتيجة 67-41 في الدور التمهيدي لبطولة الجمهورية. الفريق هيلعب بكرة مع سبورتنج في نفس الدور، عارفين طبعا ان الفريق حصل على بطولة المنطقة وان شاء الله في طريقه للفوز ببطولة الجمهورية بإذن الله. كل الدعم والتوفيق ليهم ان شاء الله. أما عن بعثة منتخب مصر لكرة السلة وصلت النهاردة صبح للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية الودية واللي هتبدأ بكرة تستمر لحد يوم 18 على صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. قائمة منتخبنا ضمت من الزمالك كل من خالد عبد الناصر، والقائمة طبعا ضمت كل من أحمد أبو العيلة بيبو،
احمد عادل، احمد ياسر ريحان، انس اسامه، باتريك يوسف، خالد عبد الناصر، سيف هنداوي، عمر طارق، عمرو الجنزي، كريم حاتم، هيثم كمال، يوسف رفعت، يوسف شوشه، يوسف شحاته. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني لكره السله باذن الله. دي يمكن اهم وابرز الاخبار داخل نادي الزمالك. خلينا نروح لاهم وابرز الاخبار خارج نادي. القاهرة 2024 واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع طبعا الصالات الدولي باستاد القاهرة، وهي إحدى سلسلة بطولات كأس العالم والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 واللي هتنطلق بكرة بإذن الله، وهيشهد حفل الافتتاح فقرات استعراضية وفنية بحضور طبعا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللي بيرافقه وفد إعلامي من وكالات الأنباء الدولية بالتأكيد. الوفود والمنتخبات المشاركة في البطولة وصلت القاهرة وأنهت تدريباتها النهاردة استعدادا لانطلاق المنافسات، واللي بتشهد مشاركة 293 لاعب بيمثلوا 70 دولة. يمكن معانا على التليفون الدكتور إيهاب أمير رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذة نير، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. نورني وشرفني، وأنا دايما اتحاد الجمباز من الاتحادات اللي أنا بجد بحب أتكلم عنهم، وبشوف إن هم حالة محترمة جدا وطفرة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، ابتداء من القاعدة، لأن أنتوا ابتديتوا صح، ابتديتوا من القاعدة علشان يبقى فيه استمرارية للنجاح، ووصلنا النهاردة للمرحلة المحترمة اللي احنا فيها. بشكركم عليها، ودايما بقول ان اتحاد الجمباز من الاتحادات المحترمة جدا جدا. دي حاجة بسيطة كده في الاول قبل ما ندخل في اسئلتنا. شكرا لحضرتك. اشكرك يا فندم. عايز حضرتك تكلمنا عن اخر الاستعدادات لحفل افتتاح بطولة العالم بكرة ان شاء الله. انا هعلق الاول الف شكر على كلمه حضرتك في المقدمه، وعلى انا عايز ابدا بس من القاعده الاساسيه، لان هو ده كان الهدف عندنا طبعا. في الخطه اللي احنا حطيناها من حوالي 6 سنين او من 5 سنين، وان احنا ننشر قاعده رياضه ممارسي جمباز على مستوى مصر، والحمد لله ده قدرنا وصلنا من 1500 من 6 سنوات، والنهارده بقى الممارسي لعبه الجمباز المسجلين بالاتحاد المصري للجمباز حوالي 50,000 مشارك ومشتركه بالظبط، كلهم من الاعمار السنيه الصغيره. ما شاء الله. الحفل الافتتاح بكره ان شاء الله، ومن ضمن اهدافنا ان كاس العالم ده واهميته ان هو كاس عالم مؤهل للاولمبياد ضمن سلسله كاسات العالم اللي هم 4، السنه دي بتتعمل اول واحده في مصر، واللي وراها على طول ان شاء الله هتبقى في قبرص في المانيا، هتبدا من يوم 21، وراها على طول اذربيجان، وراها على طول في دوله قطر، ودول الاربع بطولات كاس عالم اللي هيتاهل من خلالهم ابطال العالم كلهم للاولمبيات ان شاء الله باذن الله، وحظ موفق للجميع وربنا يوفق منتخب مصر. البطوله دي اهميتها انها نشرت لعبه الجمباز، وفهمت الاجيال الصغيره يعني ايه كاس عالم، وده اللي احنا بنركز عليه في الافتتاح، ان احنا الافتتاح كله مبني على مشاركه الابطال الصغيرين اللي عندهم 10 سنوات و11 سنه و12 سنه، الخمسين الاوائل على مستوى الجمهوريه خلال المنافسات السنه دي في النشاط المحلي للاتحاد، الخمسين الاوائل في الولاد وفي البنات، فني رجال وفني انسات، ال 300 دول هم اللي مشتركين في العرض. ليه؟ علشان انمي الروح الوطنيه عند الولاد، اعلقهم باللعبه بشكل قوي، احطهم على التراك الدولي من النهارده. طبعا انا النهارده هبدا ابقى اربيهم على هذا الشكل، الفيوتشر بتاعنا قدام هيبقى مختلف.
طبعا وده بيتهيألي الجديد من الناحية التنظيمية المرة دي صح كده؟ بالظبط احنا على طول واخدين هذا الاتجاه. الجمباز لعبة راقية، ال 300 دول معاهم السن الأكبر شوية اللي هم البري جونيور اللي هم قبل مرحلة الناشئين اللي هم من سن 12 ل 15 سنة. المجموعة دي هتعمل عروض سواء للجمباز الإيقاعي أو للجمباز الأيروبيك أو للفني بنين وبنات المنتخبات ولادنا الصغيرين الجداد. كل ده في ملحمة موسيقية، وفي مفاجأة الحفل بكرة إن شاء الله إن احنا عدنا توزيع أحد الأغاني اللي المصريين كلهم بيحبوها، أغنية دليدة حلوة يا بلدي، وهتغنيها مع الموسيقار هشام خرمة مع عروض الجمباز الفنانة لينا شماميان. فبكرة إن شاء الله عظيمة جدا، رسائل مهمة جدا. يعني أنا دايما بقول إن الأولاد دول لما يبقى في كاس عالم على أرضنا فهتلاقيهم يا بيروحوا الاستاد يا بيفتحوا التلفزيون يتفرجوا، عايزين بقى يبقوا زي اللعيبة الدوليين دول. فالجميل إن حضرتك لا بتشركهم في العرض الخاص بالافتتاح. هو ده الهدف الأساسي من حفل الافتتاح. وفي جانب لتنمية السياحة طبعا، إن طبعاً حضرتك بتعيد لحن أغنية بين دولة، ده رقم كبير جدا طبعاً. جدا جدا أعلى نسبة مشاركة في كؤوس العالم على مر تاريخ الاتحاد الدولي. فإن احنا السنة اللي فاتت كنا 40، اللي قبلها كنا 24، اللي قبلها كنا 17. حضرتك متخيلة النقلة اللي بتحصل؟ ده مش مجهود اتحاد لوحده، ده مجهود دولة طبعاً. مجهود وزارة الشباب والرياضة، مجهود توفير إمكانيات، توفير بنية تحتية وبنية أساسية من صالات ومعدات، سواء في المركز الأولمبي، سواء في العاصمة الإدارية، سواء في سلسلة نادي، سواء في الأندية الخاصة. الدولة كلها ماشية في اتجاه واحد، واحنا بنحاول نستغل كل هذه الإمكانيات لصالح الرياضة اللي هم ولادنا في الآخر. أكيد ولادنا، احنا بنحاول نربي جيل بيحب بلده، مقتنع بهدف، بيحب الرياضة، يمارس الرياضة بشكل كويس ويحافظ على صحته ويبعد عن أي حاجة. والمميز فيهم نرعاه بشكل مختلف ويبقى بطل. طبعا المنافسات الرياضيه او الرياضه بشكل عام بتبعد ولادنا عن كل حاجه مضره وبتخليهم عندهم يعني حياه صحيه سليمه بالتاكيد. طيب المنافسات بالتاكيد قويه زي ما عرفنا، خصوصا وان في ابطال عالم وابطال اولمبيين بيشاركوا في البطوله. كلمنا عن المنافسه وعن حظوظ منتخبنا في الفوز بالميداليه ان شاء الله. الحقيقه المفروض ان بطولات كاس العالم اللي بيحضرها دايما اللي ما تاهلش من بطوله العالم. كاس العالم هي بطولة فردي أجهزة، يعني المنافسات بتتم على جهاز لوحده منفصل عن الباقيين. ممكن تلاقي لعيبة جاية تلعب جهاز واحد، أو لاعب تاني جاي يلعب جهازين، أو بنت جاية تلعب جهاز واحد. كل لاعب من حقه يلعب مجموعة الأجهزة، وكل اتحاد ليه عدد معين من المشاركين. تمام. في الأولاد 6، في البنات 4. البطولة دي اللي احنا فوجئنا بيه إن في دول اتأهلت أوريدي بفرقها كاملة من بطولة العالم اللي هم البيست 12 وموجودين معانا في البطوله، يعني زي الصين، زي اليابان، زي البرازيل، كنوع من الاستعداد للاولمبياد. الاستعداد فالبطوله النهارده بقت قويه جدا 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 بشكل رهيب. منافسه قويه جدا، يعني زيها زي بطوله العالم بالظبط. فبدعو بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لابطالنا وابطال المنتخب الولاد والبنات، وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. دكتور إيهاب أنا بشكر حضرتك وبالتوفيق دايما إن شاء الله، وتكون بطولة ناجحة كالعادة زي ما عودنا اتحاد الجمباز في الآونة الأخيرة. بشكرك يا فندم. طيب نروح لثنائي منتخب مصر لكرة اليد، يحيى خالد ويحيى الدرع المحترفين في فريق فيسبريم المجري، واللي بيستعد لمواجهة بورتو البرتغالي بكرة إن شاء الله في الجولة 11 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. فريق فيسبريم المجري بيسعى لاستعادة طبعا انتصاراته بعد الهزيمة في آخر جولتين من البطولة والزحف نحو الصدارة. فريق المجري بيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر و4 نقاط عن فريق ماجدبورج الألماني قبل 4 جولات من نهاية دور المجموعات. الدرع ويحيى خالد كانوا قادوا فريق فيسبريم للفوز طبعا في الجولة 15 من الدوري المجري لكرة اليد وتحقيق العلامة الكاملة وتصدر جدول الدوري. يحيى الدرع سجل 3 أهداف ويحيى خالد كمان سجل 3 أهداف في المباراة الأخيرة. كل الدعم لأولادنا بإذن الله والتوفيق ليهم خلال دوري أبطال أوروبا بإذن الله.
نروح للجنة المنظمة لبطولة انديان ويلز للتنس، واللي وجهوا الدعوة للنجمتين الأمريكية فينوس ويليامز والدنماركية كارولين فوزنياكي للمشاركة في البطولة اللي هتتلعب في الفترة من 6 لحد 17 مارس الجاري. فينوس ويليامز بتغيب عن الملاعب منذ خسارتها في الجولة الأولى من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في شهر سبتمبر اللي فات. النجمة الأمريكية اللي عندها 43 سنة بتعود للمشاركة في بطولة انديان ويلز للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد ما أنهت مشوارها في دور الثمانية أمام النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي، فغابت عن الملاعب لمدة 3 سنوات بسبب ظروف طبعا عائلية، وسبق ليها الفوز بلقب انديان ويلز عام 2011 وخسرت النهائي مرتين عامي 2010 و2013. وعادت فوزنياكي إلى الملاعب في أغسطس اللي فات وخسرت في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر اللي فات. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول كالعادة إنه الكل قصة بطل والكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة محمد مجدي نجم زملكاوي في الكرة الطائرة. وبكده هتكون خلصت أخبارنا، وهنطلع لفاصل بعد التقرير. وبعد الفاصل والتقرير بالتأكيد هنستقبل ضيفتنا ندى مرجان لاعبة الزمالك للكرة الطائرة والمنضمة حديثا لسيدات الطائرة سيدات الذهب، ولكن بعد التقرير والفاصل استنونا. فريق الكورة الطايرة بنادي الزمالك مليان نجوم وأساطير على مر الزمان، ولما تحب تتكلم عن الأساطير دول هتحتاج سنين وسنين وجيل بيسلم جيل. كتبوا أساميهم بحروف من ذهب في تاريخ الكورة الطايرة الزملكاوية والمصرية. واحد من النجوم دول هو كابتن محمد مجدي الجون اللي استحق إنه يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. محمد مجدي كان وما زال واحد من نجوم فريق الكرة الطايرة في نادي الزمالك اللي تربى جوه النادي وعارف قيمته ومكانته من وهو صغير، علشان كده سواء مع فرق الناشئين أو الشباب وكمان الفريق الأول والمنتخبات الوطنية. بطل قصتنا النهاردة قدر يثبت مع نجوم الفريق إنهم ملوك اللعبة في مصر رغم غيابهم عن منصات التتويج بسبب ظروف كتير، وعلشان هم أبطال وعندهم انتماء للكيان قدروا يرجعوا اسم ومكانة الفريق الملكي ويستعيدوا عرش الكرة الطايرة في مصر بالأرقام والإنجازات. محمد مجدي كان ليه بصمة في قيادة فرسان الكرة الطايرة الزملكاوية للعودة لمنصات التتويج بعد غياب، وحقق 5 بطولات في ال3 سنين اللي فاتوا بعد ما فازوا بكاس مصر 3 مرات متتالية، وكمان فازوا بالدوري آخر موسمين. وابتدى مشواره مع الكرة الطايرة في ناشئين نادي الزمالك سنة 2010، كان عمره وقتها 12 سنة، وضموا وقتها للفريق كابتن أحمد فراج واللي آمن بموهبته من أول ما شافه وتوقع إنه هيكون واحد من النجوم. بطل قصتنا النهاردة حقق مع نادي الزمالك بطولات كتير وهو ناشئ، منها 12 بطولة منطقة و3 بطولات جمهورية، ده غير 5 بطولات مع الفريق الأول، وشارك كمان مع المنتخبات بداية من الناشئين والشباب والمنتخب الأول، وحقق معاه ألقاب كتير منها لقب بطولة إفريقيا للناشئين 2015 وبطولة إفريقيا للشباب 2016، ده غير مشاركته في كاس العالم للناشئين 2015 والحصول على المركز العاشر بكاس العالم للشباب 2017 وتواجده ضمن أفضل 3 لاعبين في مركزه بالبطولة. ومع المنتخب الأول حقق المركز الـ12 في بطولة العالم سنة 2022 والمركز الثالث في بطولة إفريقيا 2021 والمركز الأول في تصفيات الألعاب الإفريقية سنة 2023. بطولات وألقاب ومستوى مميز خلى محمد مجدي واحد من نجوم فريق الكرة الطايرة بنادي الزمالك اللي لسه الجماهير مستنية منهم بطولات كتير علشان هم ملوك اللعبة في مصر. ده
دائما ما يبحث نادي الزمالك عن المواهب والنجوم التي تساهم في استمرار قلعة البطولات على منصات التتويج، لذلك نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الموهبة الشابة ندى مرجان لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة للسيدات بالنادي في الانتقالات الشتوية. تعتبر ندى مرجان نجمة منتخب مصر والمنضمة حديثا لصفوف فتيات الذهب من نادي الصيد، إضافة قوية للفريق الذي يبحث خلال الموسم الحالي عن حصد كل الألقاب، بعدما نجحت فتيات الذهب في الفوز بكأس مصر وكأس إفريقيا في الموسم الماضي. تمتلك ندى مرجان سيرة ذاتية مميزة، حيث عشقت الكرة الطائرة منذ الصغر وفضلتها على السباحة وكرة السلة، وبدأت مشوارها مع الكرة الطائرة وعمرها 6 سنوات في نادي الصيد الأطامية قبل الانتقال إلى صيد الدؤي، وعمرها 13 عاماً لتبدأ مشوار البطولات. فازت ندى مرجان مع نادي الصيد بلقب البطولة العربية والإفريقية للأندية بجانب العديد من البطولات مع المنتخبات الوطنية، منها لقب بطولة إفريقيا والتصفيات الإفريقية، والمشاركة مع المنتخب في كأس العالم مصر 2019 وبلجيكا وهولندا 2021. كما حققت نجمة طائرة الزمالك الجديدة لقب بطولة إفريقيا مع منتخب مصر تحت 20 عاماً والتي أقيمت في تونس العام قبل الماضي. إنجازات وألقاب كانت كافية لتصبح ندى مرجان نجمة جديدة بكتيبة فتيات الذهب، بحثاً عن إنجاز جديد وبطولات أخرى بقميص النادي الملكي. دايماً مجلس إدارة الزمالك اختار في الفترة الأخيرة أن تكون صفقاته كلها بتعتمد على السن الصغير، اللعيبة البروميسنج، لأن ده بيبقى أهدى في التكاليف المادية بالتأكيد، وكمان بيخليك بتشتغل على اللعيبة الواعدة، اللعيبة اللي بجد مستقبل، لعيبة منتخبات، لعيبة يقدروا يكونوا معاك لمدة أطول ويقدروا بتبني عليهم فريق ويقدروا ان هم يفيدوا الفريق بشكل كبير. خلال الدعم اللي مجلس إدارة نادي الزمالك دعمه لطائرة السيدات، كان الدعم طبعا لعبة نادي الصيد المتألقة والمنضمة حديثا لنادي الزمالك ندى مرجان اللي شهادتي فيها مجروحة، بحبك شهادتي فيكي مجروحة حبيبتي. انت منورانا ومشرفانا النهاردة، وانا سعيدة بتواجدك معنا لأول مرة في قناة الزمالك. يعني انت مقالك تقريبا قد ايه مع النادي؟ يعني اسبوعين غالبا، اسبوعين ثلاثه كده مثلا، صح؟ أيوه. والاول مره بقى في القناه؟ لاول مره. ايه رايك في القناه؟ حلوه قوي. طيب اوكي، في البدايه عايزاكي تكلميني عن انتقالك لنادي الزمالك جه ازاي، وهل دي كانت اول مره الزمالك يتفاوض معاكي ولا تفاوض معاكي قبل كده؟ لا، هو الزمالك اتفاوض معايا في اول السيزون، بس الموضوع ما كملش علشان انا كان ليا سنه رعايه في النادي في الصيد كانت متبقيه اللي هو السيزون ده، فالنادي ما كانش موافق خالص. بس بعد كده في نص السيزون تاني حاولنا تاني مع النادي، والموضوع مشي بقى واحده واحده. وطبعا نادي الزمالك هو كان بيتكلم مع النادي وكان بقى بيحاول معايا وكده، والحمد لله يعني الموضوع مشي يعني في اخر في تنقلات شهر واحد. الحمد لله. كان في مفاوضات من فرق تانية ولا الزمالك؟ كان برضو في أول السيزن كان مع نادي سبورتنج، وبرضو الموضوع ما كملش عشان موضوع النادي، وبرضو كان الموضوع هيبقى صعب شوية علشان سبورتنج في اسكندرية وأنا في القاهرة ولسه بدرس وكده، ودراستك هنا. فالموضوع كان هيبقى صعب شوية، بس يعني هو جه بقى موضوع نادي الزمالك. لا، بس انت بتحبي الزمالك، عايز تنزل. بالظبط يعني. طيب كلميني يا ندى عن الايام الاولى ليكي في نادي الزمالك. انتقالك لنادي الزمالك، طبعا انت لعيبه منتخب فاوريدي موجوده مع يعني لعيبه كتير من نادي الزمالك، حتى كانوا بيتكلموا معاكي وقت التفاوض وبيحاولوا ياثروا عليكي، يعني جمل بيتم استخدامهم في الموضوع ده وبيحاولوا ياثروا عليكي، فكان الموضوع بالنسبه لك اكيد اريح من انك تدخلي على فرقه ما تعرفيهاش. ولكن اصحابك في المنتخب حاجه واستقبالهم ليكي جوه النادي بيكون حاجه تانية. عايزاكي تكلميني عن الاستقبال ده.
لا طبعا هم كانوا بجد يعني دي اكتر حاجه خلتني ان انا مرتاحه او ان انا حاسه ان الموضوع احسن كتير، يعني ان هم كانوا كلهم مرحبين قوي، كلهم كانوا كويسين قوي قوي معايا، وكمان داليا كانت معايا في نادي الصيد، فانا داليا المرشده بالظبط، فهي كان الموضوع برضه انا حاسه اللي هو انا انا مطمنه يعني. ايوه وكانت معايا طبعا في كل حاجه، وبرده كان لعيبه المنتخب كانوا كلهم يعني كنت لسه معاهم من كام يوم، فالموضوع كان احسن شويه يعني. ما كانش في شعور بالغربه بقى؟ بالظبط خالص، ما كنتش حاسه بكده خالص يعني في الاول، ولا خلاص دلوقتي ابتديت الموضوع اتعود شويه واحده واحده، بعد كده خلاص. وجودك في المنتخب كان ليه دور كبير في اندماجك مع باقي الفريق، يعني داليا اوريدي معاكي من نادي الصيد وانتوا اصحاب، ولكن اندماجك مع لعيبه الزمالك او مع باقي لعيبه الزمالك المنتخب كان اساسه. اكيد اكيد كان اساسه بشكل كبير يعني، علشان كان الموضوع يعني اللي هو لسه كان قبلها بكام يوم وانا معسكره معاهم، فالموضوع كان احسن كتير يعني. صحيح، انت وقت التعاقد جيتي من المعسكر تقريبا مضيتي ورجعتي على طول. بالظبط، كلميني عن برضو فكره بعد ما مضيتي بقى ورجعت لهم المنتخب، قلت لهم بقى انا مضيت. اللي هو كان الموضوع غريب جدا، كان اصلا ناس كتير جدا اتصدمت اللي هو ايه ده انت ما قلتيش وكده، وانا فعلا الموضوع كله خلص يعني في ولا حاجه في يومين. فهو الموضوع كان فعلا كله سريع جدا، ويعني بس اكيد بتوع الزمالك كانوا عارفين انك رايحه. كان يعني كان في كلام كده شويه، بس ما كنتش متكلمه مع حد دايركت كده يعني، كان الكلام كله يعني مش دايركت قوي بس. برضه لئيمه شويه، مش يعني اروح واتكلم واتفاوض بعدين اجي اقول لكم وكده. لا مش قوي يعني، بس هو يعني كنت رايحه كمان لسه، وكنا لسه هنتكلم وكده، فيعني الموضوع جه كده يعني ان انا مضيت في يوميها وموضوع مشي الحمد لله يعني. الحمد لله. قولي لي، شايفه فريق الزمالك ازاي الموسم ده؟ وفريق الزمالك كان عنده يعني ثنائيه محترمه الموسم اللي فات، قدر يفوز بالكاس، قدر يفوز بافريقيا، شايفه انه يقدر يحافظ على ده الموسم ده؟ يعني ان شاء الله احنا كمان عايزين نزود حاجات، كمان ان شاء الله عايزين ناخد الدوري السنه دي بالاضافه طبعا للكاس وافريقيا، فان شاء الله يعني يبقى احسن كمان من السنه اللي فاتت ان شاء الله. كان ايه رايك في الحاله اللي حاصله السيزون اللي فات؟ هم كسبوا الكاس، جم في الدوري خسروا في الشوط الخامس يعني، which is كان في الملعب الموضوع يعني، وخدوا البطوله الافريقيه، شفتي الحاله دي ازاي؟ هي كانت حالة مختلفة طبعا، علشان عمري ما كان اصلا في الدوري ولا كاس ولا اي حاجة، كان في مصر عامة الفولي الاهلي كان الموضوع ما فيهوش اي حاجة يعني. السنة اللي فاتت كان الموضوع فارق كتير يعني، كان في ماتش بنبقى مستنين وماتش كنا بنبقى مذاع كمان نتفرج عليه فكان الموضوع يعني طبعا احلى كتير، وكان في بقى اللي هو بقى كل حد عنده حماس وكل حد عايز يكسب، فالموضوع كان احسن كتير يعني. الدوري اختلف يعني، بدل ما يبقى خلاص هو كل الفرق بتروح تلعب مع الاهلي والمباراه بتكون وان سايد جيم، الدوري ما فيهوش متعه حتى، فالموضوع اختلف تماما. ايوه تماما تماما يعني كل حاجه كانت مختلفه وللاحسن، انا حاسه ان كده يعني كده بقى للاحسن كتير يعني، الموضوع بقى فيه كومبيتيشن زياده عن كل السنين اللي فاتت يعني. اول تمرينه نزلتيها مع نادي الزمالك حسيتي بايه؟ اصحابك وكل حاجه، بس نازله بتتمرني على ملعب مختلف او على صاله مختلفه، الموضوع بالنسبه لي كان غريب طبعا، عشان انا من وانا صغيره ما عمري يعني ما اتنقلتش كتير خالص، من وانا صغيره في نادي السيد، سواء سيد قطاميه سواء سيد الدقي، فكنت اللي هو انا يعني مش متعودة بقى على الأجواء اللي هو بقى يعني مختلفة خالص، بس الموضوع كان أكيد في كده رهبة كده في أول مرة، بس بعد كده رحت على طول يعني ما على طول من أول تمرينة، علشان هما كانوا كلهم بصراحة بيتعاملوا يعني مش محسسيني بأن أنا غريبة أو كده، فالموضوع كان أحسن كتير طبعا يعني. صحيح، كلميني بقى عن المباريات اللي شاركتي فيها ندى لحد دلوقتي مع الفريق. انا لعبت لسه ماتشين بس معاهم، ماتش هليوبلس كاس وبرده ماتش الزهور، الاثنين يعني برده كان ابتديت ادخل معاهم في اللعب واحده واحده، ابتديت اظبط شويه. مباريات الكاس تخوف طبعا لازم، علشان دي ما فيهاش هزار. كاس كبير بالظبط، ما فيهاش هزار خالص.
فيعني لا بس الحمد لله عدوا على خير يعني. كنت بحاول ان انا برضو اتعود على لعبهم، اتعود على ان انا ادخل معاهم في اللعب واحده واحده عشان الماتشات الجايه برضو هتبقى اصعب كتير. طبعا بس طريقه اللعب بتهيالي انت قادره تفهميهم شويه علشان في في جزء في المنتخب معاكي. اكيد. وكمان الفتره كانت قبل على طول الزمالك بتاعه المنتخب، فخلتني ان انا اخد على اللعب على طول يعني. ايوه يعني مش مثلا قعدتوا كام شهر ما بتشوفوش بعض في المنتخب، لا انت قبل ما تيجي الزمالك كان عندكم التصفيات دي. ايوه بالظبط، كانت قبلها بحاجه بسيطه قوي يعني. صحيح. طيب شايفه مباراه دجله اللي جايه في الدوري ازاي؟ وازاي الجهاز الفني بيتعامل مع ضغط المباريات؟ يعني لعبتوا ماتش امبارح، عندكم ماتشين جمعه وسبت ان شاء الله مع وادي دجله، ودول ماتشات تصنيف اول اربعه، اول اربع فرق اللي هم هيكسبوا الماتشين بتوعهم في البلاي اوف، وتاني اربع فرق هيلعبوا من خامس للثامن يعني. فشايفه ازاي الضغط ده وبتتعاملوا معاه ازاي؟ الجهاز الفني بيتعامل معاه ازاي؟ احنا بنتعامل على كل الماتشات ان هي مهمه، ما فيش ماتش سهل، ما فيش ماتش صعب، في ماتش مهم. الماتشات اللي جايه دي هتبقى مهمه ومهمه جدا طبعا، علشان دي هنطلع بيها ان شاء الله للفاينل. فاحنا مركزين كويس قوي، بنتمرن كويس قوي، الجهاز الفني طبعا مركز جدا علشان كل حاجه لازم تبقى يعني مظبوطه، ولازم ندخل مركزين من الاول. بس يعني ان شاء الله يعدوا على خير الماتشين الجايين دول. يا رب يا رب ان شاء الله. بتشوفي ماتشين وادي دجله يعني عاملين ازاي؟ ايه مثلا الحاجات اللي هي بتبقى مصدر قوه او نقاط قوه في مباريات وادي دجله دايما يعني، لما كنت بتقابليهم ساعه الصيد؟ يعني في الصيد كان ماتش وادي دجله طبعا بالنسبه لنا ماتش بيبقى يعني صعب ومهم، وكان بيبقى يعني احنا الاثنين الفرقتين كانوا بيبقوا قريبين من بعض، فالماتش كان بيبقى دايما في الملعب يعني، دايما كنا ماتش نكسب ماتش نخسر. فيعني بس ان شاء الله المره دي يبقى الموضوع مختلف يعني ان شاء الله. بتشوفي مين اهم العناصر عندهم او مين نقاط القوه عندهم يعني؟ في وادي دجله بيكون يعني بالظبط مركز القوة بتاعهم يعني، في عندهم بصيرة كويسين، تلاتات كويسين، أربعات، في ملك البحيري مصابة بس بيعوضها ناس تانية برضو، فريدة الحناوي، بس فالموضوع يعني هم كويسين كلهم، كلهم صغيرين، فالموضوع يعني بيفرهد شوية. طيب بمناسبة بقى الكلام عن ضغط المباريات والجهاز الفني والأجواء دي كلها، معانا كابتن حسام شكري طبعا على التليفون. مساء الفل يا كابتن. مساء الخير كابتن نيرة. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كلمني عن ندى. ندى لما انضمت للفريق سريعا خدت على الاجواء وسريعا خدت على طريقه اللعب وعلى طريقه حضرتك كمان في اللعب؟ اكيد طبعا يعني الحمد لله. التجانس بدا ان هو بحكم ان هي معظمهم كمان صحابها وهي لعبت مع معظم الناس، فالدنيا الحمد لله يعني ما فيهاش صعوبه وبدات ان هي تخش الفرقه بسرعه. كلمني عن مباراة الزهور صح كده اللي فاتت في الكاس. كانت ايه الصعوبة في المباراة يعني؟ لا ما كانش فيه صعوبة، بس انت عارفة ضغط المباريات دلوقتي. ان احنا خلاص يعني احنا خلصنا ماتش الزهور، احنا عندنا بعد بكرة الماتشين بتوع التصنيف مع وادي دجلة، وراهم بيومين هنلعب الماتشين بتوع بطولة السوبر. ففي وقت احنا بنحاول ان احنا يعني كانت مالكة مثلا الماتش اللي فات كان عندها شد خفيف في الضمة، فكان لازم ان احنا نريحها شويه طبعا عشان الماتشات اللي جايه. هنا المصري كان كتفها في مشكله شويه كده، فبرضه بنحاول نريحها يعني، وبنحاول نعمل روتيشن ما بين الناس كلهم عشان نجهز اكبر عدد من الناس يبقى موجود معانا. طبعا ومباريات الكاس دايما يعني بتبقى مختلفه بالتاكيد اكيد يعني. طبعا ان هي النوك اوت ديت اللي هي الماتش وخلاص ديت، فلازم ان انت تبقي بتلعبي برضو يعني. لما كان الجيم بيقفل شويه ولا حاجه كنا برضو بنضطر ان احنا نستعيد بملك. صحيح صحيح. كابتن كلمني الفتره اللي جايه شايفها ازاي بالنسبه للفريق ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هي نعم فيها ضغط كتير في الماتشات، وان الماتشات كلهم ورا بعض، فانت لازم ان احنا نبقى مستعدين بدنيا وفنيا ونفسيا اساسا، الناس تبقى مريحه وذهنيا مركزه في الماتشات اللي جايه. اكيد. طيب حابب تقول ايه ندى؟ بنقدر ان احنا ندى لا الحمد لله هي ندى ماشيه كويس، خامه كويسه والحمد لله. احنا زي ما احنا شغالين برضو ان احنا حتى ما بنحبش ان احنا نجيب صفقات كبيره او الناس الكبار في السن، احنا عايزين حد ان هو يبقى بيبني الفرقه لفتره طويله. صحيح. لا هي لعيبه كويسه وان شاء الله يعني باذن الله تبقى اضافه كويسه للنادي. صحيح صحيح. طيب عايزه اعرف من حضرتك لو حابب توجه كلمه لطبعا سيدات الذهب قبل الفتره المقبله اللي هتكون كلها حسم بطولات باذن الله.
ان شاء الله. هم بس يركزوا ويبذلوا اقصى ما عندهم طبعا عشان نادي الزمالك وعشان جمهور نادي الزمالك، ونسعدهم ان شاء الله باول بطوله الموسم ده ان شاء الله، بطوله السوبر ان شاء الله. كابتن حسام نورتني وشرفتني وكنت سعيده بتواجدك معايا. ربنا يخليك كابتن. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. يعني كلام كتير، كل الناس ما شاء الله مجمع على انك لعيبه ما شاء الله موهوبه وبروميسنج، واكيد ده اللي بنسعى ليه. انت كمان حتى الاعمار عندك في الفريق مش كبيره، وده مهم لانه يعني الفتره اللي جايه احنا بنبني فريق او الزمالك بيبني فريق للمستقبل. انت عايز فريق يفضل يكمل بيجيب بطولات وكل الحاجات دي. التوليفه اللي موجوده في الفرقه سواء ابتداء طبعا من ياسمين نوح لما ليها من خبرات كبيره جدا جدا وكابتن فريق وليدر بالتاكيد، لا باقي الفرقه بالاعمار، في متوسط اعمار وفي اعمار صغيره، التوليفه دي شايفاها ازاي؟ يعني طبعا شايفه ان كل حد بيكمل التاني، يعني كل حد يعني الكبير بيدي خبراته للصغير، والصغير بيبقى طبعا كله يعني حماس وطاقه وكده، يعني لسه في الاول. بس يعني لا، شايفه طبعا ان الفرقه يعني فرقه كويسه جدا، ومبسوطه جدا جدا ان انا معاهم، ومبسوطه جدا ان انا جزء من الفريق ده. ان شاء الله ان شاء الله نعمل حاجه كويسه قوي السنه دي. انا يعني متحمسه جدا للسيزون ده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب ما تخلينا نرجع لورا شويتين ثلاثه كده، وعايزه اعرف انت بداتي ازاي تلعبي رياضه؟ من امتى؟ مين قال لك تلعبي كره طايره مش حاجه تانية؟ الموضوع جه معاكي ازاي؟ بدات من وانا عندي 6 سنين، كنت عادي بلعب سباحه زي اي حد. كل الناس سباحه يا جمباز يا تنس، يعني العاب حاجه من الاربعه دايما. بالظبط. وكنت عايزه بقى اروح اشوف رياضه تانية، كنت عايزه العب باسكت جدا، انا ما اعرفش ليه يعني، بس انا كنت حاسه كده. بابايا قال لي جربي طيب البولي، طب حاسه لعبه بناتي كده، حاسه لعبه بناتي، فقلت له ماشي هجرب. فرحت كنت في سيد اطوميه، رحت وبدات اتمرن، ويعني واحده واحده بقى الموضوع تطور لحد ما بقى كان عندي 13 سنه السيد الدقي كلمني وقال لي اللي هو عايزني اكون موجوده معاه بدايه من الجمهوريه. فبس رحت وكملت بقى مع سيد الدقي. اتنقلتي من سيد القطاميه لسيد الدقي؟ اوكي. بس وانتقلت كمان، كان معايا بنتين كمان، فبرضه كان الموضوع لذيذ يعني. وبس دي كل القصه يعني. لكن ما كانش عندك حد في عيلتك بيلعب فولي او حاجه؟ يعني لا، يعتبر يعني الناس القريبين لا، ما كانش في حد يعني قوي. كان اخويا بيلعب سباحه برضو. ولا ما كانش في حد يعني بيلعب فولي في الفتره دي يعني. لا هنتكلم كمان بقى عن المنتخب وعن طموحك مع الزمالك بالتاكيد الفتره اللي جايه، لكن هستاذنك في بريك صغير كده، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجمه نادي الزمالك المنضمه حديثا لسيدات الذهب ندى مرجان، ولكن بعد الفاصل استنونا. عودة لحضراتكم، ولسه مكملين كلامنا مع الجميلة شكلا وموضوعا وفنيا وكل حاجة، يعني شخصية لطيفة جدا جدا يعني. طيب خلينا نروح قولي لي ايه البطولات اللي حققتيها مع الصيد؟ كانت اول بطولة لينا كنا واخدين تاني كاس وتاني دوري. الموضوع طبعا كنا فرقة صغيرة جدا وبأقل الامكانيات، بس احنا كنا كلنا مع بعضنا كده عاملين يعني ميكس حلو جدا. قبل ما الناس تمشي شوية والدنيا يعني تبقى اهدى شوية، بس احنا كنا كلنا مندمجين مع بعض وكنا كلنا صغيرين، فالموضوع كان طبعا صعب علينا، بس كان يعني كنا مبسوطين جدا باللي احنا عملناه ده. رحلة كفاح وذكريات، أنا دايما بشوف أصله الفريق اللي تربيت معاه ده بيبقى ذكريات ورحلة كفاح بقى كانت بداية كل حاجة يعني. أيوة. وبعدين بشوف إن إحنا كرياضيين بالبطولات اللي بنروحها وبالذكريات اللي بنكونها مع فريقنا، بجد بشوف إن إحنا محظوظين، لأن في غيرنا ما بيعرفش يعمل نفس الذكريات والحاجات الحلوة اللي إحنا بنعرف نعملها في الرياضة مع أصحابنا مع فريقنا. أيوة دي حقيقة. في المعسكرات، في السفر، في يعني القعدة دي أصلا بتبقى يعني بالظبط. والأيام دي بحس إنها يعني يا ريتها ترجع، أحلى أيام بالتأكيد. دي حقيقة. عندك رحلة كبيرة مع المنتخبات، قولي لي بدأت إزاي؟ هي بدأت زمان يعني في 2018. كانت دي أول تجميعة ليا خالص. كان عندك كام سنة؟ كان عندي 14 أو 15 سنة، أو 14 غالبا. كان عندنا بطولة اللي هي تصفيات، كانت في أوغندا
بعد كده كانت اول بقى مره نسافر مع المنتخب، وكان بلد افريقيه وكنا في رمضان، فالموضوع كان صعب شويه. وكنا اللي هو اول مره نتحط في حاجات زي دي، فكنا مخضوضين شويه. بعد كده جت بعديها الجزائر، كانت هي بقى بطوله الالعاب الافريقيه نفسها، كانت برده في 2018 وخدناها، كسبناها برضو. كانت برضو أصعب، عشان المكان كان أصعب من أوغندا كمان. بس يعني عدت، وكان الموضوع لذيذ يعني، عشان كانت اكسبيرينس أول مرة نعيشها، واتبسطنا قوي بالكاس وكده. صحيح صحيح. طيب قولي لي، دي كانت البطولة اللي حققتيها مع المنتخب، في بطولات تانية حققتيها مع المنتخب؟ بطولة تونس اللي هي أفريقيا برضو كانت في 2022، خدنا برضو الكاس، كان ماتش الفاينل مع تونس، وكان برضو في أرضهم، فكان الموضوع يعني موتر، كان بقى ناس كتير جايين، فالموضوع كان صعب شوية، بس الماتش عدى يعني، كسبنا 3-1، وكان ماتش حلو ده جدا. ده كان المنتخب تحت 20 سنة؟ كان تحت 20. صح كده؟ ايه دي اصعب بطوله شاركتي فيها؟ بتشوفي انها الاصعب والاقرب لقلبك؟ الاصعب، وكانت الاقرب لقلبي علشان هي كانت حلوه، وكانت الاصعب عشان يعني الصاله كانت حر جدا جدا، والمكان اللي احنا كنا قاعدين فيه ما كانش كويس خالص. كان فين؟ كان في تونس، كنا قاعدين في قليبيا. بس كان الاوتيل مش عارفه كان فيه مشكله، فكانوا قاعدين زي مساكن شباب كده. فكان الموضوع كان صعب جدا يعني. لا وبتهيألي في النهائي بقى تلاقي الصاله كومبليت يعني. فكان النفس يعني، كان اللي هو احنا بغض النظر بقى عن اللعب وان الماتش ضغط وكده، بس كناش عارفين نتنفس. اوكي. والضغط الجماهيري بيبقى رهيب. طبعا. كمان جماهير شمال افريقيا بجد بيبقوا، تروحي بقى عند تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الناس دي التشجيع والحاجات دي ضغط غير طبيعي. يعني ضغط غير طبيعي يعني، ده لوحده حاله بقى، اللي هو انا ازاي هتفادى ده اساسا يعني، فبيبقى صعب قوي. بالظبط. هو كان ايوه فعلا، كان الموضوع ضغط قوي من كل ناحيه بقى، تحكيميا بقى وارض وجمهور. ده الماتش كمان خلص 3-1، كان صعب، ما خلصش 3-1 اللي هو عدى كده سهل، كان اللي هو البوينتس كلها ماشيه نقطه 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 كده. ف بس يعني الحمد لله عدى وكسبنا، الحمد لله. ده كان سنة كام؟ فرحتنا عوضتنا عن كل حاجة. 2021 2022 ده قريب، مش من بعيد قوي. بس تشوفيها من أصعب وأقرب البطولات لقلبك. أيوه دي يعني أكتر بطولة بحبها بصراحة يعني. قولي لي، شايفة منتخب مصر الأول للسيدات حاليا عامل إزاي؟ قبل ما نتكلم بقى عن حظوظه في الألعاب الأفريقية والتصفيات اللي كنتوا بتخدوها وكل الحاجات دي، ولكن عايزاكي تكلميني، انت شايفة شكل منتخب مصر ازاي الأول؟ يعني طبعا المنتخب بتحسن كتير الفترة اللي فاتت، وطبعا أول مرة يعني الأول مرة من سنين إن احنا ندخل كاس عالم وخدوا تاني أفريقيا، في الموضوع برضو كان يعني حاجة كويسة جدا. المنتخب بقى احسن يعني، بقى احسن كتير عن السنين اللي فاتت، وبقى بيحقق. كينيا كانت من اصعب الفرق، والحمد لله كسبناها في اخر ماتشين اللي فاتوا دول، التصفيات اللي كانت في مصر، فكان ده برضو كسر حاجز كبير قوي يعني عندنا كلنا، ان هو يعني ان شاء الله لما نقابلها بعد كده احنا كسبناهم يعني. بقى في اهتمام بالرياضه النسائيه ملحوظ، انت حاسه الاهتمام اللي بيتوفر للمنتخبات؟ دي حقيقه، الاتحاد بقى مهتم بينا جدا، وبقى مهتم بكل حاجه يعني بتحصل. فيعني ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان يحققوا حاجات احسن، نحقق كلنا حاجات احسن، وان شاء الله غانا اللي جايه دي برضه ان شاء الله ناخدها يعني. يا رب. كلميني بقى عن التصفيات اللي كانت للالعاب الافريقيه، صح كده؟ كلميني عنها، كانت الماتشات عامله ازاي؟ كلميني عن كل ماتش، ايه اصعب ماتش كانت في التصفيات؟ كلميني اكتر. انا كان اول مره ان انا اكون موجوده مع منتخب الفيرست تيم، اتجمعت قبل كده بس بعد كده عملوا منتخب اللي هو ال21 ده، فنزلت تاني مع فرقتي، فكانت اول مره ان انا اشارك معاهم في بطوله، وطبعا كنت مبسوطه جدا عشان بلعب مع يعني ناس كبيره وناس كلهم عندهم اكسبيرينس، كنت باخد منهم حاجات كتيره قوي يعني. فيعني الحمد لله كانت حاجه كويسه جدا ليا، وانا كنت يعني مبسوطه جدا جدا، وكانت كمان هي في مصر، فكان الموضوع فيه اهتمام، وكان الموضوع يعني كويس جدا. صحيح. طيب قولي لي، الماتشات انت واجهتوا مين في الفرق غير كينيا؟ لا هي كانت كينيا بس، كل فرقه اعتذرت. وكانت هي كينيا كان بلاي اوفس، لعبنا كان المفروض يعني هم 3 ايام، بس احنا الحمد لله لو كسبنا اول ماتشين خلاص ما تروحوش الماتش التاني. فالحمد لله احنا كسبنا اول ماتشين على طول كده، وعدينا يعني الحمد لله. كان انه اصعب، الماتش الاول ولا التاني؟ لا الاول طبعا، علشان كانت
البدايه ان احنا ندخل بقى في المود وان احنا نبقى عايزين نركز قوي عشان لازم الماتش ده نكسبه. كسبته كام؟ 3-1. 3-1 بس. فلا يعني حسيت ان الاول كان يعني في ضغط اكبر يعني. والماتش الثاني كسبتوه كام؟ 3-1 برضه. 3-1. لكن انت بتشوفي ان هم يعني كانوا مش ماتشين سهلين؟ لا خالص، ما كانوش سهلين خالص، حتى لو النتيجه 3-1 بس هم ما كانوش سهلين خالص. بس بتشوفي بقى انه انتوا كده تاهلتوا ل بطولة افريقيا صح كده؟ اللي هتكون في غانا. الالعاب الافريقية. الالعاب الافريقية اللي هتكون في غانا، قولي لي شايفاها ازاي وايه صعوبتها؟ هي هتكون في شهر ايه؟ هي هتكون الشهر الجاي، فهتكون في رمضان، هي دي اصعب حاجة. في غانا. دولة افريقية ورمضان. فاكرة بتستعيدي ذكريات وانت عندك 14 سنة؟ فكان يعني حاسة ان الموضوع هو ده هيبقى اصعب حاجة فيها ان هي في رمضان. بس يعني بس ان شاء الله يعني تبقى تعدي على خير يعني. شوفي ان ايه اصعب الفرق اللي هتكون بتواجه المنتخب هناك في البطوله؟ برضو كينيا يعني. كينيا برضو. كينيا. حاسه ان هي من اصعب الفرق. طيب طموحك ايه مع الزمالك؟ يعني انا ان شاء الله انا بص على الدوري. ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي. وبرضو كاس طبعا وافريقيا، يعني ان شاء الله نحقق حاجات كويسه قوي. هيبقى عليكي انك داخله على فريق جايب ثنائيه؟ هو مش عبء بس اكتر ان انا بص لحاجه معينه، اللي هو بقى عندي طموح اعلى. هو بقى مسؤوليه عليا، بس انا يعني ان شاء الله اكون قدها يعني. يا رب ان شاء الله. لو توجهي رساله اخيره لجماهير الزمالك يعني اللي هتجربيهم بقى في الماتشات اللي جايه، بتشوفيهم في ماتشات الفولي ولاد الحاله اللي عندنا؟ يعني انا اتخضيت جدا في ماتشاتكم، هتلاقي كده بجد حاله رهيبه وجميله، وهما دايما جماهير وفيه وحلوه وبتفهم، بتفهم يعني بتتذوق جدا اللاعب اللي عنده مهاره واللعبه الحلوه، ومش جماهير كده يعني بتسقف وبتشجع وخلاص، لا فاهمين وواعيين قوي يعني، بيتذوقوا وحافظين اللعيبه وحافظين قوانين اللعبه في كل لعبه. جماهير الزمالك غير. توجهي لهم رساله تقول لهم ايه؟ يعني ان شاء الله يستنوا مننا حاجه حلوه قوي السيزون ده ان شاء الله، ومن يعني هنشرفهم. ان شاء الله ناخد الدوري والكاس وافريقيا ان شاء الله، والسوبر يا رب. نسينا السوبر. يا رب باذن الله. تحياتي طبعا لوالدك اللي انا بجد اتشرفت بمعرفته، ووالد ندى من الناس اللي بجد يعني حقيقه بيتعامل مع ندى بشكل انه انت خدي القرار وانت قولي وانت عاملي وانت قرري، ودي كانت من الحاجات اللي لما اتقابلت معاه بصراحه ومعاكي كانت حاجه عجبتني جدا جدا، فانا بحييه عليها وبحييه على طريقه تربيته ليكي، لانك حقيقي ممتازه على كل المستويات. ربنا يخليكي والله. بالتاكيد. ربنا يخليكي. انا مبسوطه جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده يعني. اشكرك. ده شرف ليا. اشكرك يا ندى، الشرف لينا يا حبيبتي. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه، استنونا وحلقه جديده باذن الله في نفس الميعاد. سلام عليكم.